انت يا سناء من يومين بتتذكري في اشياء غريبه تثبتي انك مظلومه وانه سعيد هو سبب المشاكل. انا مش ذكرت لك كل الناس اللي كان بيزوروا سعيد؟ انت اذا استمريتي في الكلام ده انا مضطر اقدمك للنيابه باعتبارك شريك في الجريمه. جريمه؟ انا اي حاجه طلبتها مني انا قلتها لك الا حاجه واحده. ليه؟ انت كنت عايزه تتخلصي من سعيد. تخلص منه؟ انا لو كنت داير اتخلص من سعيد ما كان بيغلبني. طيب والطبيب؟ طبيب؟ ايوه دكتور نورين فعلا ده اكتر واحد كان بيزور سعيد في البيت. وليه ما ذكرتيه مع الجماعه من الاول؟ لانه انت كنت في جريمه ونورين ده لا يمكن حتى يفكر انه يأذي سعيد، خليه انه يقتله. في طبيب جراح غيره بيزور سعيد في البيت؟ لا. وانت؟ انا مالي. سيبها خالص خليها. في شويه سيبها خليها. في شويه خليها. انا تعبت. لكن الموضوع ما بينتظر. تعالي اتفضلي. سعيد سعادتك. في شنو يا ليلى؟ اتكلمي. سعيد جاي هنا ولا شنو؟ لو سمحتي يا سناء قولي يا ليلى في شنو؟ سعيد جاني في البيت. سعيد انت كنت في البيت؟ بيبقى شنو عندك في البيت؟ وجاي كنت لمنو وانت منو؟ بعدين لو سمحتي اقعدي هنا. ما بقعد انا داير السنة جابوا ليش شنو؟ لو سمحتي يا سناء. ايوه جهز لي غور وحكون بعد شوية معاكم. شكرا. أنا آسف مضطرين نجيب لحد هنا. يلا يا ليلى. طيب وانا سعد شنو يا سعد يا اخي؟ احمد وين؟ احمد موجود؟ ما جا معك ليه؟ يجي لي شنو؟ انا كلمته يجي لي شنو يعني؟ يجري شنو؟ اصلا اساسا انا جاي وريني مشكلتك شنو احلها لك يا اخو اساعدك. لسه كبيره لسه شنو مالك؟ يا في شنو يا اخو؟ والله يا اخي انت لا تتكلم لنا في التليفون لا تتكلم. عموما اقول لك حاجه رئيس الجامعه انا معي برا امشي اشوف نحاول نحل مشكلتك دي اذا ما تتكلم انت يا اخو. غريبه يا اخي. ليلى يا بنت ليلى قام. ليلى انت مالك صاحبة كده؟ انت مال ليلى؟ انا امها انا مال ليلى. ليلى مشت؟ اي مشت. مشت وين؟ مشت السوق. ليلى ما مشت السوق. أرقد أرقد. ليلى راحت. ليلى والموت. أنا أنت ما سعيد؟ أنا ما سعيد. سعيد مات زمان. مات. رايد عز الدين. يا سعد يا اخي الناس دي ما قصروا معانا، سمحوا لنا نقابلك رغم انه المساله دي ما مسموح بها اصلا. تجي تسكت لنا كده ما تقول ولا كلمه؟ يا اخي خلينا نعينك بحاجه يا اخي. سعد يا اخوي، نحن اولاد بلد واحده، وزي ما بنتقاسم الحلوه المره لازم نتقاسمها. الطبيب بيقول انه هنا الشنطه عندك في البيت وكان بس يبقى انا ابيع واشتري في المخدرات. مخدرات؟ انا 30 سنه في البلد دي عملتها باخلاص، ما سمي ناسي اولادي بيقولوا لنا مشاكل بجد مشاكل. انا اكلت عيش وملح، انا ولد بلد ما باكل العيش والملح، لو عيش كنت عيش والملح ما استعملك السوداني. يا سعد، لا اكيد في سوء فهم يا اخي. يا جابر اذا كان الشنطه جوها عنده في البيت. هذا المحيرني مفتاح الشقه ده ما في فلوس ختمني الا سعد. تقصد شنو يا سعد؟ يا ليه؟ والله الواحد ساعته قلت اشتري. لا ما تقول تقول شنو يا اخي؟ ما انت خلاص قلت وانتهيت. لا عليك الله ما تفهمني غلط يا حجاج. يا اخي الزول فيه يكفيكم، يلا نشوف الطبيب هل وصل لزول مبالغ ولا لا؟ راح يا عمي انقلبت علي يا عبد العاطي؟ او انت ترفع صوتك علي وتتكلم معي بعدها. انا لو كنت ساكت لك زمان كنت قايلك انسانه فاهمه ومتعلمه، ما كنت قايلك ابدا بتشتركي مع ناس زي ديل وعضد منه زوجك. انت شنو؟ انسان ولا شيطان؟ وطي صوتك، البنات ما يسمعن. بنات ما يسمعن؟ هم الدنيا كلها سمعت انك انت اشتركت فيه. اوعك تكملها، انت اصلا ما عارف حاجه. منك استفيد؟ سعيد تزوج علي. وين؟ وسوى منو؟ يا ريت لو مرة واحدة. مرات. سعيد؟ أيوة سعيد. نسوانه ديل وين؟ بعد ما أنا وصلت إنجلترا، سعيد كان كل مرة بسافر لدولة أوروبية، وكل دولة أوروبية سافر ليها كان بيعرف فيها مرة. ومن وين عرفت الكلام؟ منه هو، مرة يناديني ليزا، مرة كاثرين، مرة اليزابيس وكده. حاجة طبيعية، أنت في أوروبا ودي أسماء أوروبية. لما يردد الأسماء الأوروبية دي وهو راقي جنبك نايم وهو صاحي، ما بتبقى مجرد أسماء أوروبية. ده كله ما بدل إنه زوجتك. لما يجيك اتصال من فرنسا ويقول لك إنه سعيد اتزوج فرنسية، وهو يقول لك أنا عندي عمل ويغيب لشهور. اتصال؟ أيوه، ده واحد من الاتصالات. لما تضرب لك واحدة إنجليزية وتكورك وتصرخ وتهدد وتقول لك أنت لازم تترك سعيد لأنه الزواج الإنجليزي لازم يحترم. مجرد مرة بتصرخ في زوجك. زوجته يا عبد العاطي، صدقني زوجته. سعيد؟ أيوه سعيد. لا ما قادر أصدقك. صدقني سعيد كتمني لما حولني لمجرد امرأة بتنتظره زي الفارس العايد من الحرب. حرب سعيد كانت في النساء بس، سعيد حكم عليه بالإعدام. لما عاش حياته بالطول والعرض مع الغربيات نساء إنه أنا مرته وأم بناته. عشان كده كنت تنتقمي منه؟ أيوه قررت أنتقم، لأني أنا كنت بموت في اليوم 1000 مرة. عشان كده كنت تقتليه زي ما قتلك؟ لا، أنتقم أيوه، أقتله لا. أنا يا دوب فهمتها ليه الرائد عز الدين ضماك لعباس وسليمان. أنا أبدا ما فكرت إنه أنا أقتل سعيد. الثالثة أشوفها متابعاني يا سعادتك. طيب ما حاولت تعرف السايق ابنه؟ والله الزجاج مظلل ومكتوب عليه هيئة دبلوماسية. لازم أن احنا نعرف الناس دي منو، والعربية دي تابعة لوين، وممكن ننفذها بخطة بسيطة جدا. إنه نقدم لهم طعم. طعم؟ نعم. كيف يا سعادتك؟ بحيث إنه أول ما هم يتابعوا الطعم كمان أو نورين، بالتالي نحن نعمل لهم كمين محكم مخطط منفذ بدقة نقبض عليهم. بكده نحن ممكن ننقذهم، ومش كده بس، وننقذ البلد ذاته من الشرور، من البلاوي كل يوم بقت زي السوس تنخر في جسم البلد. لو ملاحظ دي بطارية ودي البطارية الثانية، وفي سلك رفيع بيربط بين البطاريتين. هو فعلا في شكل لكن ما واضح. أنا حوضح لك أكثر. السلك ده بيوصل الذبذبات الكهرومغناطيسية اللي بتطلع من جسم الإنسان، اللي هي بتقابلها كذبذبات كهرومغناطيسية بيصدرها الجهاز العصبي في أطراف جسم الإنسان. لما انتصل المخ بيكون في زي هالة هنا لو ملاحظ، دي اللي بتمنع وصول الذبذبات للمخ بشكل سليم، عشان كده بيكون مشوش وما بيقدر يتخذ أي قرار زي الحالة بتاعت سعيد. ده كله داخل راس إنسان؟ هو في الحقيقة التجارب بدت في الطيور والحيوانات، وبعد شوية طوروها ويبدو إنه بدأوا يستخدموها في الإنسان. وده كله عرفتوا كيف يا دكتور؟ إحساس بالذنب. إحساس بالذنب؟ سعيد كان مريضي وما قدرنا نصل للحاله بتاعت مرضه الا بعد ما الحاله اتطورت واكتشفنا بعض الاسرار. ده باكد كلام عباس. عباس فعلا المره دي كان صادق معاكم. ليه لكن رافض يقول اسمه الحقيقي حتى سليمان؟ جايز يكونوا خايفين. لو طلع فعلا هو خايف ولا ما خايف كل واحد. هو ايوه نورين عبد الاله المر. نورين؟ قول صباح الخير، اصبحت كيف؟ اي حاجه من النوع ده يا اخي. يا حاجه عدنا وقول لنا صباح الخير في شنو؟ عارف امبارح سأل منك منو؟ وزير الدفاع. وزير الدفاع يزعل منك انت؟ انت قايل نفسك شنو؟ يزعل منك انت؟ ليه ما يزعل مني؟ انا ما زول صالح ولا شنو؟ طيب خلينا في المهم. عارف سأل منو؟ سأل منو؟ وده الزولة دي غريبة خلاص، الظاهر انه شايلة من ابوها شوية. حرام عليك يا اخي، الزولة دي جاية هنا عشان تسوقنا ونشتغل معاها في المدرسة. يا اخي يعني خلاص افتتحوها؟ ما افتتحوها لكن حتكون معاه بداية السنة كده نحن خلاص اشتغلنا. يلا بعدها هتجيب لنا 2 سندوتش كده ظريفان وعصاير كده والحساب عندي. سندوتشين وعصاير؟ لشنو يعني؟ لشنو؟ مجرد ما اصرف الماهية بديك حقي. لا يا اخي والله. لا والله جيت على نفسك شديد. شنو الكرم الحاتمي ده؟ والله انا ما اصلا كريم يعني، اصلا كريم يعني بطبيعي كده. لا صدق هذا الكلام اللي يطالع عن سعد مستحيل. حنا معانا دليل، وهذا الدليل يأكد انه سعد هو اللي عنده مخدرات. مخدرات يا فندم؟ سعد هذا يعمل معنا حوالي 25 سنة بالتمام والكمال، ما شفنا منه الا كله خير. لا صدق هذا. ما سمعنا الاخ رئيس الجالية. طويل العمر، لو تكلمت شات راح تكون مجروحة. أنا سوداني يا فندم. سعدي هذا لا يمكن تكون عنده علاقة بالمخدرات هذه. يعني الشنطة راحت برجولة؟ أولاد الحرام كثير. مين تتهم يا أخ أحمد؟ والله الحين لا نستطيع نحدد مين المتهم، لكن بعد ما تقبضوا على الشخص اللي اتصل فيكم يمكن نقدر نحدد، لكن سعد لا ما يمكن نهائيا. ودي شنو دي؟ ده الدليل اللي قدمه دكتور يوسف. وقال هو مستعد يعمل العمليه لسعيد. وينه سعيد؟ مش في الاول نلقاه بعد ذاك نتكلم يعني؟ كلها يوم او يومين سعيد حيكون عندنا هنا، لانه لا يمكن يهرب مننا ثاني. المرة الثانية مجرد صدفة والله. سعيد عنده قرون استشعار. سعيد؟ ايوه سعيد. يا عز الدين، انت بتتعامل مع انسان قاوم جهاز ممكن يدمر اي عقل. ما هو الان مدمر، المفروض يكون فاقد الذاكرة او مجنون. انت ما سمعت عباس قال شنو؟ عباس ولا دكتور نورين عبد الاله المر؟ نورين؟ بعد تقرا سعادتك الاحترافات بتاعت سناء زوجة سعيد هتعرف الاسم الحقيقي لعباس وسليمان. سليمان كمان؟ دي الناس باعوا اسمائهم الحقيقية ورهنوها بحبة قروش ولبسوا توب غير التوب السوداني وشالوا اسماء ادوها لهم منها. دكتور نورين عبد الاله المر وسليمان طلع خليل جلال الدين عيسى. وكيف قدروا يمكروا ويضللونا الوقت ده كله؟ خايفين، لكن انا متاكد هما الاثنين عباس وسليمان. وشو اللي بخليك متاكد؟ ديل الاثنين اللي عرفهم سعيد في انجلترا، واحد دكتور والثاني بودي جارد. سناء بتاكد انها حتعرف الدكتور لانها شافته، لكن خليل سمعت عنه من سعيد. فعلا انا عاوزك تجمع لي اي معلومه عن دكتور نورين. الثاني منه؟ خليل جلال الدين عيسى. وانا جمعت عنه كل المعلومات وهي موجوده عندك في الملف. ايوه. يعني يبقى ما في غير سعيد. قلت لك يا عامر يا ادخل على البيت يا عامر يا شفته بعيوني ده خليني امشي اكلم الناس خليني امشي اقول لهم يا عامر يا عم بلال خلي الحاضر يكلم الغايب انا كلمت قول بسم الله انا كلمت خليني استنى امه في البيت وجاي بدها تسلم على ولدها خليني اقول لها الحمد لله على السلامه يا عم بلال الحمد لله على سلامه جاي جابر خلينا ننبه وخلي الناس تشوف الطبيعه ويخش البيت كرامه وسلامه يا خالد يا عامر قول بسم الله يا عم بلال يا برجع يا ناس يا برجع يا برجع يا ناس يا برجع يا ناس يا برجع يا عبدو ليه ما رحت زرت صاحبك في السجن؟ صاحبي منو؟ سعد. سعد؟ ايوه سعد في السجن؟ ايوه ما عارف على حسب علمي انه هو ماخذ اجازه. تقصد عطله؟ ايوه اقصد عطله لكن ما له هو لفقوا له تهمه خطيره. تهمه؟ ايوه خطيره كمان؟ مخدرات وتهمه خطيره؟ اعوذ بالله مخدرات؟ ايوه وبقى يشتغل في المخدرات؟ لا سعد ريال زين واخلاقه عاليه. معي عارف عشان كده انا استغربت يعني. استغربتها ولا داير تتخلص منه؟ انا؟ اعوذ بالله يا سيد احمد يا اخي، انا؟ أيوة. في النهايه نحن سودانيين مع بعض، سودانيين زي بعض يا اخي، واكلنا عيش وملح مع بعض. عيش وملح؟ اي عيش وملح؟ تفضل تفضل شوف شغلك. حاضر. ايش ولع؟ ايوه. اي انا الان في المتحف. ما عنده طريقه لانه في بيت ناس ليلى ما في طريقه يجي. ما عنده طريقه غير انه يجي المتحف. شدوا حيلكم يا شباب، دي فرصه اخيره، ما في طريقه غير انه يجي المتحف. انت سامعني؟ اوكي السلام عليكم. يا حبيبتي ما تتصل بوقتك دي، عارف اخرتك دي شنو؟ يا ماما اتصل بها خالو هسه. سناء يا سناء ممكن تروقي شويه وتثبتي لانه احنا برانا متوترين. يا خالو في شنو؟ الناس الدوريه اللي واقفين برا دي شنو؟ تعالي تعالي اثبتي هنا وما تتكلمي، ما تزعلي كثير. في شنو يا اخلاص؟ ده الناس البوليس. بوليس؟ وبوليس لشنو هنا؟ ادخلي وقلت لك ما تسألي، ادخلي. في شنو يا ماما؟ ما تتكلمي يا ماما. خلاص هسه بقيت ماما. في شنو يا اخلاص؟ بابا بابا زهر، بابا جه. لا والله عز الدين قال لازم يمسكوه، لو ما مسكوه بابا حيأذي روحه. بابا ما مجنون. اسكت يا بنت، ابوك لازم ينقذوه وبسرعه. بابا ماله؟ اسكتي اسكتي يا بنت. بابا ماله يا ماما؟ مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا الرفاعي، اهلا بك. لا كويسين الحمد لله. نعم. لا ساعة سافر. تلفون مبرد. أنا إحنا تعالوا حاولناه وكبروا تلفون مبرد فعلا. لا نمرة جابر ما عندنا. ها؟ لا يا أخي كفارة اليوم، والله كفارة اليوم. لو اخته يا اخي. في شنو؟ ده الرفاعي بيزعل من نمرة جابر، قال ابوه بلال عيان شديد. منو بس الممكن يعمل ده كله؟ انا حقلي عاوز اطير مني حديد كده، لكن وين لقى المفتاح؟ وده قلبي تاني. ما في زول غير جابر هو الوحيد اللي عنده نسخة من المفتاح، لكن جابر قريبي، جابر ولد عم بلال، بحكوا لك جابر. لا جابر لا أكيد في زول تاني في الموضوع. هاي لكن بس يكون منو ده؟ الله يا اخوان قضي مرضت شنو دي؟ خلاص كل شغل عمر ضاع انتهى. اودي وشي وين انا مخدرات. لا لكن ده منو ده؟ لازم يكون في زول تاني في الموضوع ده. جابر لا جابر لا. ده كابوس، حلم فظيع، ده فظيع. اديني مويه اديني مويه اشرب. خير؟ شفت ابوي في الحلم، معناها شبعان ومرتاح ما في مشكله. شفته حي يعني ما مات. اصله ماما بتقول انه الزول لما تشوفه في النوم وهو ميت معناها شبعان ومرتاح. لا انا شفت نفسي وصلت لهم. شفت ابوي ساق له دور كبير، دور ماكل، شايف في يده سكين بتلمع. بس ظهروا ناس وليه شنو اجسام كبيره، اجسام ضخمه جنبه كده. ابوي مد رقبه يده بالسكين الشايله لرقبه الدور. لفت عينتها ما لقيت لا ابوي لا لقيت امي، ما في شيء. ودم دم دم كثير بدا نازل نازل نازل، غرق البلد كلها، كل البلد غرقت. ابوي اختفى وامي اختفت، قعدت اكوارك ابوي ابوي ما سمعت. عليك الله يا جبور. انوم 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 كيف؟ انوم كيف رحت تدفن اخرتي؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم ونوم يا جابر. لا لا انا لازم امشي البيت. انا عارفه حتلف وتدور عشان تصل للحته دي. لازم اطمئن على ابوي، صدقيني انا عايز اشوف ابوي. شاهد على التاريخ انت والنيل، شفت كل شيء. شفت الدخل والمرق، شفت النهب والسرق، شفت الغنى والفقر. حرك، تكلم، عندي احساس انك حتتحرك. سبيك اوت، سبيك اوت. سبيك اوت، تكلم. حاسي بدمعة في عيونك، حاس بعبرة وغصة في حلقك، حاس بنبضك، نبضك زلزال، بركان، رعد، برق، عواصف. انت حي، انت حي، انت حي، حي، انت حي، هاي 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 هاي.